السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل في الدرس الثاني وهو سورة القلم 17 إلى 33. عندنا هنا في البداية أكتب الرقم الكلمة من العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني. طبعا أولا أول آية وهي ليقطعنا ثمارها، ثاني آية أو ثاني كلمة عفوا عذاب وهلاك عظيم، ثالث كلمة كالليل الأسود شديد الظلام، رابع كلمة مناع. الآن ننتقل في حل أسئلة صفحة 64. في البداية هنا عندنا حال الأب في هذه الصورة كان حريصا على إعطاء المساكين، إعطاء المساكين. الدافع رغبة في الأجر والثواب، رغبة في الأجر والثواب. النتيجة البركة والخير. عندنا هنا حال الأبناء اتفقوا على حرمان الفقراء، هنا حرمان الفقراء. دافع البخل، النتيجة غضب الله، النتيجة غضب الله. عندنا هنا في أول آية القيمة قول إن شاء الله، تطبيق أحرص على قول إن شاء الله. في الآية الثانية القيمة التناصح، التناصح تطبيق أسرع في تقديم النصح. تقديم النصح، أسرع في تقديم النصح. عندنا هنا القيمة الندم، هنا أتقبل النصيحة. أما هنا المسارعة بالتوبة، هنا أسرع بالتوبة النصوح. الآن ننتقل إلى أقيم تعليمي. عندنا هنا في البداية اختر كلمة، اختر الإجابة الصحيحة. عندنا هنا الإجابة جيم وهنا الجشع. بين الحكمة من ذكر الله تعالى قصة أصحاب الجنة، أخذ العظة والعبرة، أخذ العظة والعبرة. عندنا هنا قول التصرفين، قوم التصرفين الآتيين. عندنا هنا خاطئ، عندما انتقد كبار السن وكان عليه بالثمن ويقدر تصرفهم في التصديق على الفقراء، هنا عليه بالثبات، هنا صح وعليه بالثبات على الحق والاستمرار في تقديم النصيحة. استشهد المعاني الآتية بالآيات الدالة من سورة القلم. عندنا هنا في الله تعالى يبتلي الإنسان بالنعم، نكتب إن
بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. ثانيا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. في الآية الثالثة فأقبل بعضهم على بعض. في الآية الرابعة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. عندنا هنا كيف تربط الآية الكريمة بقصة أصحاب الجنة؟ طبعا هنا الله تعالى إذا أنعم على قوم نعمة لم ينزعها منهم حتى يغيروا حالهم الطيبة إلى حال سيئة، فكفرهم وجحودهم بالنعم يكون سببا في سلبها وزوالها منهم. وهذا ما حدث لأصحاب الجنة عندما عزموا على عدم إعطاء الفقراء نصيبهم من الثمار البساتين فأصابه الهلاك. هذا هو ملخص الدرس الثاني. أتمنى أن